أبو غالب حط القفل وفضح أبو عصام بالحارة مع أرملة الحمصاني، وهو يلي كبر براس أبو النار وخلاه يفوت على الحارة بغيابي، وهو يلي ما خلى أختي ترجع لأبو عصام. شو أخي؟ استغفر الله العظيم، تركني بحالي أبو قاسم كرمال الله، تركني بحالي. الله يسامحكم، الله يسامحك يا أبو شهاب. بدي اشوف هيك لهلا يا ابي. مو شاينينو وين رايح؟ نام ببيتي يا ابي. لك شو اخذك هلا بنصاص الليالي لك ابي؟ بدي نام هنيك يا ابي. وما تنام هون. معلش يا ابي، هنيك اريح لي. اصبح على خير. تمام الخير. حول ولا انتوا ليش هلا فايقين ابي؟ ما تفوتوا تناموا لك ابي. فوتوا ابي الله يرضى عليكم، فوتوا ناموا. مرحبا عقيل، تأمرني بشي؟ هون عقيل. مسكينة لأبو عصام، شو بدي أكلها؟ غلطانة بمرزوق، شغلة أبو عصام مو مثل ما أنت مفكرها. ما فهمت عليه؟ بعدين بتفهم بمرزوق. هلأ بدك تفهمني؟ هلأ لازم تعرف شغلة، أنه أبو عصام كان معه حق مع الحريم لما كشف الغطاء على رأسه. لك شو بدك تجنني أنت؟ هلأ أنت ريح لحالك وتسبب دكانتك، بعدين بتعرف شي هالصعي. أنا اللي بعرف. الله يسامحك يا ابني. والله انت تسرعت لما طلعت مرتك كمان. اي والله يا ابي ما تحملتها، هي وامها غلطوا بحقك وبحق امي. بعرف لك ابي، فكرني ما بعرف. ما في شيء بيتخبى لك ابي، بس برجع بقول لك الحق عليك، انت تسرعت لما طلعت مرتك وما رح ترتاح طول ما رح عزابي. لا حول ولا قوه الا بالله. مرحبا فتوح. اهلين بسيدي. اهلين بسيدي وسيد راسي. شلونك يا بضاي؟ الحمد لله مشتاق لك يا عقيد، والله العظيم مشتاق لك. طمني شلون الاهلا؟ الحمد لله الحمد لله، بيدعو بسلامتك. روح ساوي لنا فستر قيلي على السريع. عوام على راسي. فتحي مرني معلم. انت بتعرفه لابو غالب؟ مين ابو غالب معلمي؟ ابو غالب بياع البليله يلي بيجي بتسبب عنا بالحاره. هذا يلي من حاره ابو النار بذاته. ايه عرفته. مرني عقيد. بعدين حمل حالك هلا وروح على الحاره، نادي لي العبد ومعتز اوام على السريع. امرك معلم. اتحيه
مر معلم. مين كان نايم هون؟ معتز معلمي. معتز؟ ومين طلب منه لمعتز انه ينام بالبايكة هون؟ عمي ابو عصام، لانه اجا بالليل واحد وقال بيعرفك وترجاني اني افتح له باب البايكة، بس عمي ابو عصام خاف علي وامرني اني ما افتح الباب لحدا منه، وامر معتز انه ينام عندي منشان نعرف منو هذا الزلمة اللي بده يفوت لعندي بالليل يا معلمي. طيب روح نادي لي العبده ومعتز لشوف. شبابك عمي، شبابك فايت كرفته، شو بده؟ العقيد ابو شاب بده معتز عمي. شو بده منه؟ ما بعرف عمي ما بعرف. وينه اخوك عصام؟ تلاقي البيت خالي ابو قاسم، روح مشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما بتفارقوا الحاره ولا تكي، وبس تشوفوا ابو حاتم لحق تنتين نسوان انتو كمان بتلحقوه من بعيد لبعيد. امرك خالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين معلمين. اهلين بالعين. مثل ما قلت لكم خليكم صاحيين وساووا اللي قلت لكم عليه. امرك عقيد. تيسروا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير اخي؟ منشان شو بدك عبدو؟ بدي احمي حريم بيت الحمصاني، بدي اتاكد اللي سمعته مظبوط ولا لا. شرف اخي شرف. يلا. ومشان شو قال لك خانك راب ابو حاتم؟ يعني قال في تنتين حريم، الله اعلم ابو حاتم عم يتحركشوا، وخالي وصلان له خبر، لهيك بدي اعمل له شيء بدل المرتب. لمين؟ لابو حاتم يا بي. لك في تفا ما غلط، الله يرضى عليك، فهمان غلط، عليك فهمان غلط، خالك مو هيك قصده. لكن شو قصده يا بي؟ العقيد قال لك روح وقف عند ابو حاتم؟ اي نعم سيدي. ايوه، معناته بتساوي كل شيء بقول لك عليه، مفهوم عبدو؟ انا بامرك عمي ابو حاتم، ما في كلام. الله يرضى عليك. يلي مربط ايدي اني ما بدي اغضب رب العالمين، وقال لك انت خلصت عليه من امبارح. شو ما ساوي اخي؟ شيء صار هلا ومشي حاله. يا أهل الخير، بدنا نرجع نعبي صندوق الحارة، فكل قرش بتدفعوه كتر الله خيركم. وخيرك عقيد، هذا واجبنا. أنا عندي كلمتين على أبو جودك بدي أحكي لك ياهو. خير شو بو؟ هذا يا سيدي كتر حسابه بالسوق وما عم يدفع ولا متليك، وغير هيك عم يبعد عناصر ويلموا مصاري من أهل الحارة. ومن شان شو؟ قال عيدية للكركون. هذا أبو جودك تطاول كتير بغيابك يا عقيد، لازم تلاقي له حل بقى. ومر علينا شهر رمضان مثل ايام السودة من الجوع والعطش، وكله من وراء ابو غالب الزفت يلي عينه ابو جودات بدال المسحر تبعنا الله يرحمه. ابو جودات اتركوه علي، انا بعرف كيف دبره هو وغيره. انا اخي سحبت الصندوق من ابو عصام ووقفت خرجية البوابيري اللي امر له فيها. ليش شبو البوابيري؟ عطاك عمره. لا 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 لا، الله يرحمه، بس ما كان لازم تقطع الخرجية عن ولاده يا أبو قاسي. مظبوط يا أخي، ولاده صغار وحالته تعبانة. بس على حد علمي حالته ميسورة، ما هيك أبو خاطئ؟ أنا ميسورة، ولاده ما عيدوا بالعيد مثل ما كل هالولاد فرحوا بالعيد. الله غلطت وتسرعت يا أبو قاسي. إيه والله ما كنت بعرف. خرجية ولاده للبوابيري من بكرة بترجعوا بتعطوهن إياها، وبتعوضولن العيدية كمان. أمرك أخي، على راسي. سلم راسك. غيره سيدنا، في عنا مشكلة اختنا ام توفيق وبنتها، لازم لاقي لها حل يا ابو شهاب. هاي الشغلة اتركوا لي اياها، انا راح الاقي لها حل هي وغيرها، ولا شو ابو ابراهيم؟ يعني انا غلطت لما قلت له لابو شهاب انه بدنا نلاقي حل لام توفيق وبنتها. يا سيدي ما غلطت، انت عم تحكي مزبوط، بس في شيء ابدا من شيء. يعني ابدا ما نحكي قصة عصام ومرته، كان المفروض نحكي بقصة اخته للعقيد يلي طلاقها اصلا سبب مشاكل الحارة.
الله يهدي اللي كان السبب. يلا تصبحوا على خير. انت من اهل خير. يلا السلام عليكم. الله معك. بسم الله. صحيح ابو قاسم. استضيفوا لي. استضيف ما عاد اجى على الحاره، يمكن ملاقي حدا يطعميه بقوي غيرنا اخي. ومن امتى هالحكي؟ من يوم ما الحاره شافت ابو عصام نايم بالدكان. تفضل اخي تفضل. تفضل. يلا. مساء الخير. أهلين. شلونك؟ من الله بخير. ما بدك تعشينا أختي؟ على عيني. لساتها زعلانة ما هي؟ زعلانة وما بدها تسمع بسيرة أبو عصام منه. فوت أخي فوت ارتاح.